فهو أفضل كتاب في الجامع بين الصحيحين. كتب في الجامع بين الصحيحين كثيرة، كتاب الإشبيلي جيد ونافع، كتاب الحميدي جيد ونافع، كتاب الجامع بين الصحيحين للشامي أيضا جيد ونافع، كتاب اليحيى أيضا جيد ونافع. مع كل هذا تحتاج هذه الكتب إلى تتمات. طالب العلم يتخذ لنفسه متنا من هذه المتون يحفظه ويضيف إليه ما فاتهم من الزيادات والألفاظ.